ميسان، لهون بتكون خلصت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير ومكملين باقي محطاتنا. هنيج، وبعد هالجولة على الأخبار الثقافية رح نرجع لمدينة دمشق وحفل تكريم جمع بطولة الماضية اللي لازالت عم تلاقي صداها بالحاضر. فجنود الأمس الذين سطروا ملحمة تشرين بعام 73 وأبطال تشرين اليوم الذين لازالوا يرسمون الأمل بعودة سلام سوريا. ومنا تفاصيل أكثر من عيشة سوا بنصر تشرين مع تقرير زميلتنا هزار عبود. طائر الفينيق اليوم حطا على ذاكرة الماضي ببطولة صنع أمجادها رجال تشرين 73 ليحيي ذكرى البطولة مع من عاهدوا على المضي في الدرب نفسه. أبطال منحوا الأرض إيمانهم وصدق قدسيتهم لترابه. كانوا اليوم أبطال تكريم انطلق فيه طائر الفينيق بالتعاون مع رابطة المحاربين القدماء. الحياة مستمرة طبعاً، الحياة مستمرة ودفاع عن الوطن، يعني هذا بالدم، هذا ما يعني لا يعطى، هذا من الداخل اللي بيطلع. وهذا الانتصارات السابقة والانتصارات الحالية هي ذاتها امتداد لهذه الحياة. وطننا رمزنا وحياتنا، أنا بدون وطن ما لي شيء، بقويهم وبشد عليهم. وبكرة جاي أحلى، الإصابة مو نهاية العالم، الإصابة بجوز بداية. أنا بيوم من الأيام وصبت وكنت التفت لرياضة ومسألة سوريا ببطولات رياضية عالمية. بهالعمل اللفتة الحلوة الجميلة الكريمة، نحن مو بعالم النسيان، نحن قدمنا كل شيء، قدمناه يعتبر رخيص فداء الوطن. ونحن إن شاء الله سائرين ودائما إن شاء الله على وحدة هالوطن. إلنا الشرف إنه عم نتكرم مع أبطال تشرين، أبطال حرب تشرين التحريرية، ونحن تمينا على طريقهم وقاتلنا وقاومنا، وإلنا الشرف إنه نتصاوب اللي بتروح عينه بتروح رجله كله في ذا الوطن. ونحن مستعدين نضحي بدمنا ونستشهد كرمال الوطن وكرمال ندحر الإرهابيين عن كامل أراضي سوريا. تشرين الماضي هي تشرين الحاضر، والحرب الغادرة اللي اجت على بلدنا بالنسبة لنا هي حرب تشرين أخرى ثانية أيضا، لأنه العدو واحد. يعني كنا بحرب تشرين ب73 عام جيشنا عم يقاتل العدو خارج الحدود، أما الآن هو نفس العدو متمثل بخونة ومتمثل بدول إقليمية وحكومات كبيرة اجت إلى داخل الحدود السورية لحتى تحاول تفتيت وحدة الشعب السوري وتمزيق الأرض السورية. مشان هيك نحن نشوف هذا التشابه بين الاثنين. فلما نجمع مقاتلين الأبطال، أبطال الجمهورية العربية السورية في حرب تشرين، وبيجوا بيكرموا أيضا أبطال الجمهورية في حربنا الحالية، بنعتبر أنه هذا الجيل عم يلتقي بهذا الجيل من خلال نصر بتشرينين إن شاء الله. تكريم كتير مهم، يعني مهم جدا، لأنه بيربط ما بين حرب تشرين 73، أبطال حرب 73 وأبطال الحرب اللي هلأ عم تنقام علينا، وهي رسالة حب ووفاء. سوريا قدمت لنا كتير، ومن نحن وصغار كانت واقفة معنا لكبرنا وخرجنا وتخرجنا وصلنا بأحسن مستويات، فهذا الشيء رد رعبون بسيط لسوريا الأم. بوصلة الماضي لا يزال يهتدي بها أبطال الحاضر نحو انتصار جديد يرسخ أسطورة الجيش العقائدي. وهلأ لحتى نتوقف عند تكريم أبطال الجيش العربي السوري بمبادرة حملة طائر الفينيق وبتعاون مع رابطة المحاربين القدماء. معنا بالاستوديو السيدة هند راضي من مبادرة طائر الفينيق، والسيد عبيدة طويل أمين سر بطائر الفينيق. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يعني رح نبلش بداية مع حضرتك سيدة عبيدة، يعني خلينا نحكي عن الصورة التكريمية اللي جمعت مبارح بين أبطال الأمس وأبطال اليوم. هلا نحن في هي الفكره طلعت ببالنا، وبظن نحن اول مين عملها، يعني انه تكريم ابطال حرب تشرين تحريريه عام 73 وجرح الحرب، انه نحن ما نسيانكم، وكمان هن بيكرموا
أبطال وجرح هذه الحرب. فهو درب الانتصار إن شاء الله مستمر من تشرين لتشرين. فكانت لفتة كريمة وبالتعاون مع الإدارة السياسية ورابط المحاربين القدماء، حيث أنه جمعنا هذه الجيلين من الأبطال. يعني سيدة هند، مثل ما ذكر أستاذ عبيدة، يعني هالمبادرة هي جمعت جيلين الأبطال، قديش يعني كانت ناجحة هالمبادرة من خلال تكريم الأبطال القدماء اللي أكيد رفعوا نصر سوريا بالمبادرة اللي أقمتوها مبارح. طبعا لك شغلة حبيبتي، هو أصلا لولا وجود القدماء ما كنا هلأ نحن موجودين، تمام؟ فوجود المحاربين القدماء اللي ب 73 انا بظن هن سببنا وسبب وجودنا لحد هلا هالتاريخات. فكانت مبادره كثير حلوه انه هالكبار وهالقامات الكبيره انه نحن ما بننساهم ولا بننسى هذا الجيل، فحبينا انه يكونوا معنا بتكريم هالحرب هي الكونيه اللي صارت علينا، وانا برايي انه هي تكمله لحرب تشرين التحريرية. يعني قولا واحدا، رجعي لخطابات الرئيس الخالد حافظ الأسد بتلاقي اللي صاير بالأمس هلأ عم يتثبت يعني. وأنا قلت له أنه هيك شغلة صغيرة، أنه نحن كنا للأسف وراء كلمة الوطن الأكبر، لكن ما في بطلنا كيف يعني، متخفيين للأسف كانوا. يعني رسالتكم أو رسالة طائر الفينيق مبارح كيف حبيتوا أنكم تقدموها لكل اللي كانوا حاضرين وموجودين معكم؟ نحن حبينا نقول له أنه نحن ما نسيانيكم، بالذات أبطال حرب 73، خلال شهادات دروع وشهادات تكريم ودروع تذكارية. حاولنا كمان نحن جمعنا بيناتهم ليحكوا بين بعض عن خبرة ما، عن فكرة ما، سمعنا إذا في أي شكوى منهم من خلال هاي الأبطال أو هذا الأبطال. التعاون كان كبير مع المسؤولين بالإدارة السياسية حول تزليل أي عقوبات أو حل أي مشاكل بخص أي جريح أو أي بطل. يعني سدى اللقاء كيف كان بين الأبطال بالجيلين المختلفين؟ يعني ما بعرف شفتوا أنتوا بالريبورتاج تبعكم، نعم. كتير كان صدى حلو في أبطال، يعني أنا شفتهم بكيو خاصة تبع 73، يعني أنه هلا هن مرحلة يمكن يعني عدوا مرحلة الشباب لنقول، فعم يلتقوا بأبطال شباب عم يذكرون بشبابهم ببطولاتهم. في سيادة عميد حكانا عن بطولة له، كان كتير ممتع الحديث حول كيف بحرب 73 تحاصر كان بينه وبين العدو الإسرائيلي أمتار قليلة، كيف زاع عليه الضابط بالاسم، الضابط الإسرائيلي، أنه سلم نفسك كذا، ما رضي وقاومهم وقتل منهم، بعدين الحمد لله جت قوة فكت الحصار عنه ورجع سالم. يعني هاي البطولات نحن عم نسمعها من أبطال تشرين، يعني هن أبطال نصر تشرين، وإن شاء الله بكرة نسمع من أبطال الجيش العربي السوري هاي القصص، قصص بطولاتهم يلي رح يترخها التاريخ ورح تكون يمكن هي عبرة لكل الأشخاص. أكيد حنقول لهم تشرين نزهر بالأول وبالآخر، وحيضل حرب تشرين ونصر تشرين على طول بإذن الله. الله يا رب. ما تنسي أن سوريا معرضة للحروب من آلاف السنين، يعني ما حتنتهي لأن سوريا مستهدفة، إن كان حاليا ولا ماضي ولا مستقبل، على طول مستهدفة. طول ما سوريا عايشة على أرضها هن دايماً يعني إلون لأنه بيحكوا القوة. كلمة حق. تمام. نعم. لأنه بيحكوا كلمة حق. أستاذ عبيدة، يعني من كمان إحدى النشاطات لطائر الفينيق هي تسليط الضوء على المغتربين السوريين اللي عم يكون لهم دور فعال أيضا على أرض الواقع. يعني صحيح إن بعاد عن وطنهم، لكن أفعالهم موجودة داخل أرض الوطن وعم يقدموا دعم كمان للجيش العربي السوري. حضرتكم عم تسلطوا الضوء على هالموضوع. نحن تماما هلأ حاولنا نحن خط المغتربين السوريين نعززه كتير، نتواصل مع المغتربين السوريين. يعني نحن مؤسس الحملة أو مؤسس المبادرة عارف طويل هو مغترب من 15 سنة وعاد الآن واستقر هون، فعم يعمل شبكة اتصالات مع المغتربين. نحن كتير في مغتربين عندنا فعلا هن وطنيين، هن أبطال. في عندنا مغتربين هن ولدوا ما شافوا سوريا، يعني الجيل الجديد، بس مع هيك هن سوريا بالدم بحبوهن، غير الفكرة تماما اللي ممكن الواحد يكونها عنهم. لا بالعكس تماما، في نحن
جيش تاني فينا نقول عنهم أو خندق تاني داعم للجيش السوري هن المغتربين. في عنا الأستاذ وسيم برصلي هو ناشط كتير معنا كمان مغترب تقريبا من 15 سنة كمان عاد واستقر هون هو وعائلته وفي أمثاله كثر يعني. ففي دوما اتصالات معاهم في دوما نشاطات معاهم وبالعكس يعني فينا نقول فعلا مغتربين سوريين أثبتوا كبيرة ولاء كبير للسوريا ورفعوا رأسنا. شو هم النشاطات يلي عم تقوموا معهم يعني شو على شو بتتمحور هي النشاطات مع المغتربين؟ نحن بشكل عام يعني نشاطنا الأول والأهم هو نحو الجيش السوري والقوات الرديفة الشهداء والجرحى بشكل عام. بس نحن عملنا مثلا من فترة عن شهداء وزارة الإعلام كرمنا شهداء وزارة الإعلام كمان هن الإعلاميين هو جندي والقلم هو يعني سلاح وسلاح قوي ودليل أنه تم استهداف الكثير من الإعلاميين الشهداء. كرمنا هلأ في عنا مثلا عن شهداء وزارة الكهرباء كمان نحن عم نحضر لهي كمان نحي عمال كهرباء عم يطلعوا تحت القصف تحت القنص تحت المخاطر عم يحاولوا يساووا إصلاحات وهي في كمان هي تحضير لها. وفي عنا عدة فعاليات في فعالية كتير حلوة نحن عملناها من برمضان بالكنيسة سيد دمشق عملنا فعالية إفطار رمضاني ضمن الكنيسة لجرحى الحرب كانت من الفعاليات كمان الكتير كتير حلوة. منوجه تحية كمان لكل القائمين على الكنيسة والتعاون والخدمات اللي قدموها لنا. نعم كمان ست هند يعني من احدى الاشياء اللي عم تترك بصمتها كمان بهالمبادرات هو وجود المرأة ويعني دائما عم بيكون دوره فعال وخاصة بظل الظروف اللي عم نمر فيها. حضرتك قديش كمان عم تشكلي عنصر هام لمبادرة طائر الفينيق؟ قلبي تسلمي لي. نحن انا بيشرفني وبالعكس بننبسط انه المرأة السورية فعلا بهي الفترة اثبتت وجودها واثبتت انه حتى قديما برجع بقولها وقلتها وحعيدها المرأة مو هي السورية باب الحارة اللي وصفوها. المرأة السورية هي اللي هلأ عم تشتغل واللي واقفة إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة وإن كانت بتلاقينا كلنا إيد واحدة عم نركض. يعني المهم أنت تحيي بلد بدون يدمروها. لا المرأة السورية أثبتت هذا الشيء. يعني احنا عم نشوف العمل التطوعي هو اصبح جزء يمكن من المجتمع السوري ومن حياة السوريين بكافة افراده شباب ونساء حتى عم نشوفه عند الاطفال احيانا. تماماً العمل التطوعي هو موجود من بدايات الازمات بسوريا بس لكن هلا ترسخ اكثر وتوسع اكثر. ويعني صدقيني هالمبادرات اللي عم تصير كلها هي رسائل للعالم الخارجي انه هالبلد ما حدا بيقدر عليها، معادلة صعبة لا يمكن حلها. يعني كيف عم تشوفوا تفاعل الشباب معكم بهي الأعمال خصوصا الأعمال التطوعية؟ في كتير تفاعل كتير كتير, كتير, كتير. كتير. نحن بالعكس بيجينا كتير شباب وصبايا أنه بس بدنا نشتغل معكم اللي بتكون مو بس معنا مع كل المجتمع الأهلي المدني نحن مشان ما نحكي عن حالنا. كل الحملات اللي منشوفها أو المبادرات الوطنية عم تيجي الشباب وصبايا بمقتبل العمر مثل ما بيقولوا إنه بس نحن شو نقدم خدمة للوطن شو نقدم خدمة لألكم كل المساعدات. بالعكس نحن كتير عم نشوف هذا الجيل كتير رائع بثقافة التطوع أو المشاعر المدني أو الأهلي أو خدمة الوطن. يعني شغلة صغيرة بس نوه علي مبارح أحد اللي عليه جرح المقاعدين ب 73 تصوري إجا لقدامي أنا والأستاذ عارف إنه شو فيني أنا قدم اتطوع اشتغل معكم وهو مقعد يعني مقعد على فقديش أنت عم تثبتي هالعمل التطوعي قديش صار له تأثير للبلد. نعم يعني اليوم أستاذ عبيدة قديش كل شخص قادر يمكن إذا ما بيقدر ينضم لمجموعة تطوعية هو بيقدر بالفعل يترك بصمته الواضحة ببلده يلي بتقدم الخير لأبناء هالبلد. حضرتك اليوم شو بتوجه كلمة لكل الشباب السوري؟ الشباب السوري أنا برأيي هو بالنهاية كله نحن خط تاني وخندق تاني داعم للجيش السوري. هو بحيث أنه يكون مجتهد بحيث يكون ناجح بعمله بحيث يقدم الخدمة للوطن بحيث يقدم أي أمر يفيد وطن فهو بيكون بمكانه صحيح تماما وبيكون عم يعمل خدمة للوطن. إن شاء الله. حضرتك كمان شو بتوجهي كلمة خصوصا يمكن لا خلينا نحكي للنساء يعني ولا يعني رسالتي بقولها لكل الشباب السوري إن كان فتيات وإن كان شباب لا تعدوا وراء الفيس
لا تعدوا ورا الشاشة، بلدكم بحاجة لكم، انزلوا على الأرض اشتغلوا عملوا، عرفتي؟ إن شاء الله تعطي كاسة مي لا جندي حتلاقيها، هي شغلة كبيرة، عرفتي كيف؟ ثانيا بدنا نشكر كمان في السفيرة اللي مبارح كمان كانت معنا وموجودة من لبنان، إجت هي للشؤون الإنسانية السفيرة رولا بدريعي، فإجت كمان مبارح وقدمت شكرتي لكل المساهمين، يعني موجه لها شكر كبير هي، لأنه كانت مفاجأة لنا يعني بصراحة مبارح. أكيد يعني دايما نشاطات طائر الفينيق عم تكون واضحة وعم تترك بصمتها على أرض الواقع. نحن كتير نشكركم لوجودكم معنا اليوم ونتمنى لكم كل التوفيق في كل النشاطات اللي رح تقوموا فيها كمان بالأيام القادمة. شكرا كتير لكم وانتم من عائلتنا يعني عائلة الفينيق. شكرا كثير لكم واكيد انتم من عائلة الاخباريه السوريه. شكرا لكل شيء عم تقدموه يمكن للمجتمع السوري. الله يخليك. شكرا يعني